عم ما تتعبش نفسك، والله العظيم هتتصلح. والله هتتصلح وهوريك. انت عارف يا ابني دي اخر مره اتحركت فيها امتى؟ ما اتحركتش من ايام الثوره. مش مهم، المهم ان انا اصلحها. وعلى ايه يعني ده كله؟ من جمالها قوي يعني. يا ابني مش مهم هي كانت عامله ازاي، ماشي يا عم براحتك. بدل ما انت قاعد تكئب نفسك وتكئبني معاك، ما تساعدني بقى عشان نشغلها. اشتغل في دي يا صلاح، ده انا اقل واحد في دفعتي ما يرضاش احط ايده فيها اصلا. اصحابي اللي اشتغلوا في الخليجي واللي عدوا اللي اشتغلوا في الالماني، يا ابني العربيه دي ما فيهاش امل. ايه يا شباب؟ ايه يا ابو صلاح؟ نسيت تصلح العربيه دي؟ تعالى يا عم ادي ايدك ساعدني. لا يا عم طنش تعيش تاكل قريش. جرب تدور تاني كده. ساعدني يا عم. مش هتتصلح. قوم بص عليها طيب بصة تاني. دور كده. دور تاني طيب. يعني عربية بقالها 50 سنة ما اتحركتش، تفتكروا فيها بنزين؟ يعني هما سابوا لنا حاجة ناكلها عشان يسيبوا لنا بنزين. فيها بنزين؟ بس مفيش غير بنزين. I love you.